أنبياء المال والسندات، أغنى عائلة عرفها العالم، تسيطر على نصف ثرواته، تمتلك ثلث الماء العذب بالكرة الأرضية برقم ثابت، المتحكم الأول والأخير بأسعار الذهب حول العالم، المتحكم في الإعلام الأمريكي، تملك معظم بنوك العالم، تمتلك محطة CNN وتملك هوليوود، تملك 80% من المستوطنات الإسرائيلية، ولم تسلم مصر حيث تملك أسهما بقناة السويس. 80% من موارد اليورانيوم بالعالم تعود لهم. عائلة روتشيلد اليهودية الألمانية الأصل، مؤسسة الولايات المتحدة ومالكة معظم البنوك المركزية في العالم. بمجرد أن ثبتوا الربا في التعاملات العالمية أصبحوا يداينون الدول والزعماء. الزعيم الذي لا يتعامل مع عائلة روتشيلد يتم اغتياله ويتم قتله وإقصاؤه أو اتهامه بالجنون أو بدبروا له أي طيب مشكلة. طيب السؤال هنا، هذه العائلة لم تسمح لأي أحد بالوقوف أمام أهدافها ومصالحها، فهل صحيح بما ذكرت أنت هذه النقطة، هل صحيح عائلة روتشيلد كانت سببا في مقتل ما يقارب 6 من رؤساء وحكام العالم بالإضافة إلى الكثير من أعضاء الكونغرس وأصحاب المصارف؟ من هؤلاء الرؤساء نذكر أشهرهم إبراهيم لينكولن وجون كينيدي، بالإضافة إلى غارفيلد، هاريسون، تايلور، وجاكسون. فهل هذه الكلام صحيح؟ 100%. يعني ما في غير 8 دول كانت موجودة في عام 2000، كانت 8 دول فقط خارج سيطرة عائلة روتشيلد. في 2011 بقي 3، والآن كل الدول تقريبا ما عدا دولتين، كوبا وكوريا الشمالية وإيران، هم الثلاث دول. لكن راح نوصل إلى هاي فيما بعد. في البداية في البداية، هل هذه العائلة إلى الآن مسيطرة على الدول الخمسة اللي بعثت عليها أبنائها؟ أكيد مسيطرة إلى حد هذه اللحظة، مسيطرة سياسيا واقتصاديا وديموغرافيا وحتى على الناس، على عقلياتهم. يتحكمون في شبكات الإعلام، شركة CNN في أمريكا لهم، حقوق البث لهم، حقوق البث في أوروبا جميعها، وهوليوود وبث الأفلام وصناعة الأفلام والقنوات التلفزيونية، مش بس CNN، عندك الفاكس نيوز، عندك CBS، ABC، كلها يمتلكوها، يمتلكوا الدعاية، يمتلكوا البث، يمتلكوا الإعلام، يمتلكوا التوجيه المعنوي لهذه الدول. أنا يعني خبرت خلال وجودي في الولايات المتحدة كيف يفبركون الحقائق من أجل مصلحة فئة معينة من الناس. طبعا ماكرون هو رئيس فرنسا الجديد، وأصبح ليس فقط رئيس جديد لفرنسا وإنما عضوا جديدا في بنظام العالم الجديد أو النيو وورد أوردر NWO المعروفة، اللي هي مكتوبة على الدولار باللاتينية، اللي هي مثل ما ذكرت قبل قليل عن الماسونية والإلوميناتي. فما رأيك بهذا السؤال؟ روتشيلد يحكم فرنسا وماكرون مجرد رئيس. أكيد حتى الولايات المتحدة، حتى بريطانيا والعائلة المالكية وبكل جبروتها لا تحكم بريطانيا. من يحكم البيت الأبيض الآن من هم؟ اليهود. من يحكم الكونغرس حاليا؟ اليهود. من يحكم مجلس الشيوخ؟ اليهود. من يحكم أمريكا اقتصاديا؟ الشركات والبنوك الأمريكية. كل البنوك الأمريكية العملاقة في الولايات المتحدة لليهود. الصناعات، صناعات الأسلحة، صناعات الأدوية، صناعات السفن، صناعات الزراعية، بالإضافة لصناعات الأدوية، يقولون أو يقال أن هناك بيجيبوا المرض، أن هناك علاج لمرض السرطان، لكن هذه العوائل الكبرى ترفض أن تعطي هذا العلاج للناس لكي تستفيد من بيع الأدوية. أكيد زي مرض الإيدز. نعم الإيدز أيضا، الإيدز هذا لديهم العلاج، ولكن ما بيقدموا، بدهم يعملوا عملية احتكار. بعد 20 عام ازداد وتفاقم المرض، صار بدل ما هو مليون صاروا 100 مليون. الآن بنطرح العلاج بالسوق، وبالتالي من بدل ما نبيع مليون علبة نبيع 100 مليون علبة. بهذا التفكير، بهذه الطريقة، يريدون السيطرة على كل منابع الحياة على الكرة الأرضية لكل البشر.